سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في مباراه اليوم، اجواء جميله قبل كل شيء. اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحه، جو كوره، جو يساعد اللاعبين على التالق، لذلك نتوقع ان نشاهد كره قدم. اوديغارد يحتسب الحكم ركله حره، ورقة صفراء أخرى من حكم اللقاء، حذاري من كثرة الإنذارات في مباراة اليوم. نيمار راح ينفذ الكرة الثابتة، نيمار بتروح الكرة مباشرة لحارس المرمى، سددها بشكل سهل جدا في المكان اللي كان موجود فيه حارس المرمى. بينية رائعة، كرة طولية إلى الأمام. الكاميرون لديه جودة كبيرة في التمرير، موجود هنا لقطع الكرة. تيو هرنانديز عاد اكتشاف نفسه مؤخرا، قدم مستويات كبيرة تثبت أنه واحد من أفضل الأظهرة في العالم حاليا، عنده انضباط كبير في الملعب ويلعب دور حاسم في الملعب سواء في المستوى الدفاعي أو الواجب الهجومي. في الوقت المناسب يتدخل، لمسة بينية، معه الكرة ولديه المساحة، ضربة رأسية، جول للجزائر. نجح في الوصول إليها برأسه، كانت اللمسة الأخيرة في منتهى الروعة. مجهود كبير من اللاعب في التحرك للأمام، قراءة الهجمة بشكل سليم، تواجد في المكان المناسب من أجل وضع الكرة في الشباك. هذه الأمور لا تحدث صدفة بصراحة، تحتاج إلى ذكاء كروي. لم ننتظر طويلا قبل تسجيل الهدف الأول. أوديغارد، فرصة خطيرة، هنا كرة نحو الأمام لكنها لا تصل بالشكل المطلوب. مساحة خالية على الجانب، يقطع الكرة، كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. يلعب كرة للجانب الأيمن، يتدخل ويقطع الكرة. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان، ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا، يستعيدها بسرعة. محرز ممتاز في التمرير، يلعب كرة، كرة رأسية، بنوا الهجمة بشكل رائع جدا لكن كان ينقصهم اللمسة الأخيرة اللي كانت في هذه اللقطة مخيبة للأمال. سليماني حاول بضربة رأسية لكن غاب عنها التركيز، بالتأكيد يلوم نفسه بعض الشيء على ضياع هذه الفرصة. عنده مساحة خالية على الطرف، رودري يلعب كرة بينية، رودري يلعب كرة على اليسار، لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت، ضربة رأسية. نعم حاول أن يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. سليماني يبعدها عن مناطق الخطورة، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام، مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. تمريرة جميلة والكرة تجاوزت الخط هنا، موجود لإبعاد الكرة. يجب أن نشيد هنا بالدفاع لمنع الهجوم رغم الانطلاق اللي كان. كرة رأسية والكرة في الشباك، جول.
هذه قيمة إمكانيات دائما تميزة في الكرات الثابتة. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. يبحث عن المهاجم، يحاول إيصال كرة إلى الأمام لكن كرة خاطئة لا تمر. لمسة على اليسار، سليماني على تنفيذ الخطأ. دي ليخت، باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. رودري، غريليتش يحاول تمريرها من بين المدافعين. اليوم الهجوم محاصر في مصيدة التسلل. يحصل عليها نيمار. رافائيلياو، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب وتعود الكرة إلى حارس المرمى. كرة طولية من الحارس، يحاول أن يلعب كرة بينية. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. أوديغارد، دفاع ثابت صلب لا يترك أي فرصة. بداية هجمة كانت مبشرة، رعونة عند المهاجمين. يحاول فك شفرة دف نيمار، يمر ويلعب كرة بينية جميلة. وها هي نهاية الشوط الأول. أداء كبير في شوط المباراة الأول، ضغط كبير، تحجيم لخطورة الخصم أيضا في الملعب. يعرفون الآن كيفية التعامل مع مباراة بشكل ذكي، بشكل رائع، بطريقة ناجحة وفعالة. حتى الآن في أول 45 دقيقة أعتقد راح يحاول أن يستمر بنفس هذا النهج في الشوط الثاني. ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن. أي دفاع في هذا اللقاء، دفاع حديدي بالفعل. يعدي إلى مط سليماني، يا سلام، كرة جميلة جدا في المرمى. تساهلوا في الضغط عليه، استحقوا العقاب منه. لا يمكن أن تترك الخصم يلعب بحرية في هذا المكان الخطير ثم تتوقع أن تخرج الكرة بأمان، لا يمكن. بالتأكيد ستكون عقوبة صعبة جدا. الثاني ياتي يبصم بالثنائية في هذه المباراة. النتيجة أوزمين، والكرة تعانق الشباك. بلا رقابة، وبالتأكيد في مثل هذا الموقف مستحيل أن يضيع الفرصة. هدفه بصراحة ساهم فيه الخصم بنسبة كبيرة جدا، اللي ترك مساحات، ترك شوارع في الملعب، لكن المهم أنهم بعد ذلك عرفوا كيف يستغلون هذه المساحات ويسجلوا. البديل يضع بصمته، الكرة في الشباك الآن. الله، شوف سرعة التأثير على نتيجة المباراة بعد أن دخل كبديل، تعطيهم ثقة أكبر في الدقائق القادمة. أوزمين، رودري، شيلفي، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. يلعبها في المساحة، عدت الكرة، تسديدة من أول لمسة. والعرضية، الكرة ملعوبة من مسافة بينية رائعة. كرة للجناح، مرت البينية بشكل جميل، وصلت إليه، عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة. أوديغارد، باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية.
يلعب كرة على اليسار وستكون هنا رمية تماس. أوسمين يثبت أنه يلعب من أجل فريق في كل مكان، سواء في الدفاع في الهجوم. دفاع يقدم أداء كبير جدا، يحاول أن يلعب كرة بينية. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف ضاع الفريق هذه. غرينيتش الكرة القريبة لكنها لم تسجل، وللأسف في كرة القدم لا مجال لاحتساب الكرات السانحة للتسجيل. الركنية الأولى في المباراة. أوسمين ألابي أوسمين إنقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى. أوسمين ظن أنه تمكن من الحارس لكنه كان مخطئا. الكاميرون يحصل على الركنية الأولى مقابل ولا ركنية في الجهة الأخرى. يبعد الكرة عن المرمى. الجزائر ممكن يستغل هذه الفرصة. تحول سريع في الملعب وصلت إليه. تدخل غير عادي ويقطع الكرة. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. ممتاز في التمرير. تخرج إلى رمية تماس. راحت الكرة. يلعب عرضية داخل ال 18. والكرة تجاوزت الخط هنا. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. استعادة سريعة للكرة. تمريرة جميلة. كرة تعود إلى منتصف الملعب. محاولة أخرى لا تمر، البينية لم تكن مميزة لتمر من ويسدد سليماني. أي فرصة ضاعت هنا، كان ممكن أن ينهي المباراة هنا لو تمكن من تسجيل هذه الفرصة وعزز تقدم فريقه بفارق 3 أهداف. تشيلفي وصل إلى الكرة، تمكن من السيطرة عليها. محرز رياض محرز. أي فرصة ضاعت هنا. يمر ويلعب كرة بينية. كرة تعود للخلف. بينية جميلة. لمسة على اليسار. يستقبل كرة في وضعية ممتازة. واحد ضد أوسمين. اندفاع كبير جدا في اللقطة الماضية. الجزائر ارتكب خطأ فادحا في المكان الخطأ، وبالتالي يواجه الخطر في هذه اللقطة. يصعب تحديد من يتفوق نفسيا بين الاثنين، بين منفذ الركلة وحارس المرمى. وبعد ذلك عند حارس المرمى ليقدم مباراة كبيرة، كما يقال حارس كالف. رمية جانبية إذن، وهذه رمية جانبية. رودري تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. يلعب كرة بينية. سليماني كرة من جهة اليمين. لمسة بينية. إعاقة في منطقة الجزاء، لابد وأنها ضربة جزاء. الجزائر في موقف صعب الآن بعد هذا القرار، كيف يتعاملون مع هذا الموقف الصعب جدا؟ عليه بعض الضغوط بدون أدنى شك، لكن فرصة مهمة جدا بالنسبة. سجلوا هدفا من نقطة الجزاء. لعبها بغاية الهدوء.
لعبة في منتهى القوة في منتصف المرمى، لكن الحارس لم يحافظ على مكانه. نهاية رائعة. الآن تأتي الفرصة من أجل حسم الفوز في هذه المباراة وتعزيز التقدم في آخر دقائق. أوزمين سقوط داخل الـ 18، هل أنها ركلة جزاء؟ مع قرار كهذا الموقف صعب جدا عليهم. هذه كرة التعادل، يسجل التعادل ببراءة كبيرة. لم يكن هناك أدنى شك في استغلال الكرة وتسجيلها. الشيء المهم عند تنفيذ ركلة الجزاء أن يكون لاعب حاضر ذهنيا بثقة عالية ألا يتردد. هذا ما فعله بالضبط، ركلة في منتهى الروعة. تساوت الكفتان في الدقائق الأخيرة من هذه المباراة المثيرة. روديغر يحاول إبعاد الكرة، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. رودري يتحصل على إنذار بعد التدخل الأخير، يحاول تمريرها من بين المدافعين. قد تكون داروين، لا تزال خطورة قائمة. لحسن حظه لم ينجح المهاجم في استغلال الفرصة. انطلقت صافرة النهاية وانتهى كل شيء. سنذهب الآن إلى الأوقات الإضافية. الكل كان منتظر صافرة النهاية وإعلان نتيجة التعادل. ربما الفريقان لم يرغبا في الانتصار في هذه المواجهة. تعادل مقنع للفريقين. 90 دقيقة من اللعب بدون أن يتمكن أي من الفريقين في حسم الأمور. سنذهب وإياكم إلى أوقات إضافية. انطلاقة الوقت الإضافي يحث المدربان لاعبيهم على الاختراق وتسجيل هدف. هل يمكن التسجيل في هذا الشوط؟ تحولت المباراة إلى الوقت الإضافي بصورة مثيرة. قبل أن يعودوا مرة أخرى سعادة الهدوء والثقة في الدقائق القادمة بحثا عن الفوز. يلعب كرة على اليسار. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. يحاول فك شوط سليماني. رودري يمر ويلعب كرة بينية، يستعيد الكرة بعد ضغط هائل. يلعب كرة بينية. غريليتش يستقبلها في وضعية جيدة، بينية جميلة. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. رودري كرة طويلة للأمام، ممتاز في التمرير. كازيميرو فاتت ومرت وصلت إليه. زينشينكو، غريليتش، تمريرة، يسدد الكرة. يطلق الحكم الصافرة. وصلنا إذن إلى نهاية الشوط الإضافي الأول. ربع ساعة أخير، ماذا ستحمل معها ربع ساعة الأخيرة؟ كل شيء يظل وارد في هذه الملحمة الكروية المثيرة. الشوط الثاني ينطلق الآن والإثارة تتواصل. بذل الكثير من المجهودات في الدقائق الماضية.
هل يمكنهم الفريقين مواصلة ذلك لمدة؟ أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، عندهم فرصة الآن من هذه الركلة، تسديدة لكن الكرة عالية جدا. ركلة من الحارس تذهب إليه مباشرة، يلعبها في المساحة، مرت الكرة بشكل جميل. رودري، دي لخت، سليمان، الكرة ومنع الخطورة، يحاول أن يلعب كرة بينية، تمريرة جميلة، لمسة بينية، لمسة على اليسار، بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. بينية رائعة، موسيالا، بينية جميلة، الآن في فرصة من أجل التقدم في الوقت القاتل، من المهم التركيز من أجل استغلال أي فرصة متاحة. تمريرة جميلة، يستعيدها رودري، داروين، يلعب كرة بينية، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. هل تستغل هذه الركلة؟ موجود لإبعاد الكرة، لمسة بينية، هذه هي صافرة النهاية. هيا بنا إلى ركلات الترجيح، ركلات الحظ، المعاناة، البعض يعتبرها الموت البطيء كرويا. لاعبي الفريقين واضح عليهم الكثير من الإرهاق، من التعب، لكن أيضا عليهم بذل المزيد من المجهودات. إرهاق كبير، تعب كبير لدى كلا الفريقين، تركيز مطلوب، ثقة مطلوبة، ركلات ترجيح، من يحسم الأمور؟ من يفوز؟ من يخسر؟ من يفرح؟ من يبكي بعد هذه المباراة العصيبة؟ كارلوس سولير يتقدم إلى منطقة الجزاء من أجل أن ينفذ الركلة الأولى، هل يحصل على الأسبقية؟ ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى. يا لعيب، لمسة كانت رائعة، الحارس ذهب إلى الزاوية والكرة في الأخرى. داروين يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنها بثقة عالية، يتصدى حارس المرمى للركلة، تألق الحارس في إنقاذ الكرة، أمامهم فرصة لتعزيز التقدم. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة، تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدأ أنه مستحيل التصدي لها. فرصة هدف سيعني لهم الكثير في مباراة اليوم. كرة الاطمئنان داخل الشباك. الدور الآن على ثالث اللاعبين، ينقذها الحارس، يا سلام، تركيز رائع من حارس المرمى، تصدي مدهش، تركيز مطلوب هنا. ركلة أخيرا حددت الفريق الفائز بعد ليلة عصيبة، مع عدم توفر أي فرصة لتحقيق الفوز، ما عدا حل آخر إلا ركلات الترجيح. كانت مباراة صعبة جدا، عصيبة، طويلة، ودائما ما تكون ركلات الترجيح هي الطريقة الأصعب لإنهاء المباراة، لكن أظن أنهم أبلوا بلاء حسنا بالسيطرة على أعصابهم والفوز. شكرا جزيلا لكم على متابعتنا، انتهت تغطيتنا، وإلى اللقاء في مواعيد قادمة.